بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أزم البلاء وبارئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاغت الأرض ومنيت السماء وأنت المستعان فإليك مشتكو فعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذي فرفت علينا فعرفتنا بذلك منزلته ففرجنا بحق فرجنا جلا غريب كلمح البصر أو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيائي فإنكما كافيا وانصرامي فإنكما ناصرا. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الصاحة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد آل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. دعاء أزم البلاء was taught by Imam Zamana رضي الله تعالى فرجه الشريك to a prisoner who achieved his freedom. We too should also recite this dua from to achieve freedom from imprisonment of ghaibat. Allahumma jail waliya kalfaraj. Allahumma jail waliya kalfaraj. Allahumma jail waliya kalfaraj.